يا جيوش المسلمين، بالله عليكم تدبروا قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. نعم نعم يا جيوش المسلمين، إن توليتم الله ورسوله فإنكم أنتم الغالبون. يا جيوش المسلمين، حكام دويلات الضرار منذ عقود وهم يتآمرون على الإسلام والمسلمين، يتآمرون على مسرى رسول الله إرضاء لأسيادهم، فها هم آل سعود قد تآمروا على دولة الإسلام، على الخلافة العثمانية إرضاء للإنجليز، واليوم يعيثون في أرض الحجاز إفسادا وفسادا إرضاء لأسيادهم الأمريكان. وحكام دويلات الضرار في مصر تآمروا على المسلمين في غزة، وفي تركيا تآمروا على أهلنا في الشام، وفي إيران تآمروا على أهلنا في العراق، ودول الخليج تآمروا على أهلنا في اليمن، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا جيوش المسلمين، تطاول علينا اليهود عندما تآمر علينا حكام دويلات الضرار. نعم يا جيوش المسلمين، كنتم وما زلتم وستبقون أمل الأمة، أمل الأمة بإقامة الخلافة ونصرها وتمكينها في الأرض المباركة. فالله عز وجل قد هيأ الأنصار لنصرته، فكونوا أنتم أنصار اليوم، فكونوا أنتم أنصار اليوم.